تدخل بالسلطة التشريعية، واشنطن قلقة من تعديلات الأحوال الشخصية، والبرلمان يرد لا مبرر لذلك. زيارة الأربعينية تدخل ذروتها، كربلاء المقدسة باستنفار تام، والمنافذ الحدودية تبدأ التفويج العكسي. مجزرة جديدة للاحتلال في سوق دير البلح، ومفاوضات غزة تواجه خطر الطريق المسدود. طيب الله اوقاتكم بكل خير، اهلا بكم الى نشرة منتصف النهار. في موقف يثبت التدخل الامريكي في شؤون العراق لا سيما سلطته التشريعية، حيث زعمت السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي أن بلادها قلقة أزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي. وقالت رومانسكي أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، داعية العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل. هذا وانتقد النائب رائد المالكي تدخل السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي في عمل السلطة التشريعية. وقال المالكي في تدوينة على منصة إكس أن تصريح السفيرة الأمريكية حول قانون الأحوال الشخصية تدخل سافر في عمل البرلمان العراقي، لافتا إلى أن تعديل القانون يعطي الحرية للعراقيين في أحوالهم الشخصية. الأمر يطرح السؤال أن أمريكا مع الحرية أم ضدها؟ في ملف رئاسة البرلمان استبعد تحالف الحسم زج الإطار التنسيقي نفسه بقضية تعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب. وقال نائب الأمين العام للتحالف أياد الجبوري أن الإطار يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي ولن يغامر بخطوة تعديل النظام الداخلي، خاصة أن هناك جزءا كبيرا داخله يدعم محمود المشهداني، مبينا أن الاتهامات دون دلائل ما بين الأطراف السياسية عمقت فجوة الخلاف وأدخلت البلاد في أزمة إلى أخرى. من جهتها أكدت كتلة التقدم أن الإطار التنسيقي هو المعني بحسم قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. المتحدث باسم الكتلة يحيى المحمدي قال أن تمرير المرشح يجب أن يتم بتوافقية بين الجميع. قد القرار يبقى الأخوة بالإطار في يعني حسم الموضوع وحسم الاختيار ضمن الأكثرية السنية، جيد، والمضي باتجاه اختيار رئيس برلمان جديد وينتهي الموضوع. كل الأحوال أيضا هي مسائل توافقية ما بين الكتل، يعني مثلا إذا نحكي على رئاسة الجمهورية طبعا ليش ما صار برهم صالح، ليش ما صار ريبر، ليش صار عبد اللطيف، إذا الموضوع هم بالأخير توافق، إذا لا خيار إلا أن نتوافق يعني ما بين المكونات. وما راح تتوافقون هسه؟ ما هي وهنا المشكله، هنا المشكله. فانا قصدي الفكره الاخيره يعني اتصور هي قريبه جدا للحل، يعني بعد ما هذا الماراثون الطويل الثرية. تحالف الانبار الموحد بين ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان سيعقد الازمه الحاليه. القيادي في التحالف فيصل العيساوي اشار الى ان الحل الامثل للازمه الاتفاق حول شخصيه واحده لتمريرها في اول جلسه مقبله. سندخل بإشكاليات ما تحل الموضوع، يعني لو فتح باب الترشيح من جديد سيرشح سالم وسيرشح آخرون، يعني ما راح يصير اتفاق على واحد. الإخوة في 55 اللي تكلم عليهم أبو براء، لو أنهم باليوم الاجتماع اتفقوا على مرشح واحد، قالوا إحنا مرشحنا فلان، وذهبوا إلى الأطراف الأخرى وتوافقوا وياهم، ممكن نقول إذا صار إجماع على هالمرشح خلي نروح نتكلم نقنع الاتحادية نجد لها مخرج دستوري. أما بما أنه التوافق غير موجود أصلا، إحنا ليش نروح ندخل بجدلية دستورية وقانونية والتوافق غير موجود؟ يعني هم راح ندخل، راح يبقى المرشحين ويدخلون يتنافسون داخل قبة البرلمان. حتى الاتفاقات في الغرف المظلمة لم تنجح بحسم منصب رئيس البرلمان، والسبب يعزوه مراقبون إلى الانقسام بين ممثلي المكون السني وسط ترجيحات ببقاء المنصب شاغرا طيلة الدورة التشريعية الحالية. أحمد دايد هو لديه التفاصيل. على المرشحين لعلى طبيعة الطمع بالاستحقاق
تتعكز الأحزاب السنية عندما تحرج بمطالبات إيضاح الموقف الذي عطل بسببه منصب رئيس البرلمان لأكثر من 8 أشهر. فزاوية المنافسة من أضداد المكون السني لحزب التقدم على منصب الرئيس يتحدث مطلعون بأنها التفاف على الالتزامات السياسية السابقة لترحيل وتعطيل هذا المنصب حتى نهاية الدورة النيابية الحالية. يعني لا يزال هنالك عجز في مفهومية القوى السياسية التي لا ترغب بإنجاز انتخاب رئيس السلطة التشريعية، وهي قوة تحاول فرض إرادتها السياسية رغم الخسارة الكبيرة التي خسرتها في هذا الأمر. ما يصبو له القوة الإطار والقوة الشريكة الأخرى ربما قد يكون هو في استبدال في استراتيجية اختيار رئيس مجلس النواب العراقي. ما تحدث به الإطار التنسيقي أخيراً قد يذهب بملف رئيس البرلمان مستقبلاً نحو خيارين لا أكثر، منها يتعلق بواجب استلام مرشح واحد لاستحقاق الرئيس من الأحزاب السنية قبل التخطيط حتى لعقد جلسة الانتخاب، والآخر تشير التوقعات باحتمالية دعم الإطار لطرف سني واحد فقط وترك البقية إذا فشل الاتفاق السياسي على تحقيق الخيار الأول. بالنسبة للإطار التنسيقي أعتقد سيذهب باتجاه أن يتفق مع طرف سني على شخصية معينة ومن ثم الذهاب إلى التصويت عليها في البرلمان. أما الجانب السني السني فأعتقد اتحاد هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق، هناك عملية تقاطع كبيرة جدا، وربما في الأسابيع السابقة الأسبوعين الأخيرين زادت هوة الخلافات ما بين الطرفين. ومع تعدد الخيارات السياسية بشأن حسم منصب رئيس البرلمان، إلا أن الخلافات السنية على هذا الاستحقاق لم تنتهي بأي بادرة باستطاعتها إنهاء هذا الملف المعقد. أحمد ليث، بغداد، قناة الربيعة. نفى الإطار التنسيقي وجود انقسامات داخل حول عملية تنظيم الانتخابات المقبلة وإدارتها، وقال النائب عن الإطار محمد البلداوي في تصريح للرابعة أن دخول التنسيقي بقوائم متعددة أمر متفق عليها ما بين قيادته العليا كونه نقطة قوة بالنسبة له، فيما أشار إلى أن مسألة انضمام رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني لكتلته من كتل الإطار لم تحسم على اعتبار أن طريقة دخوله الانتخابات لم تؤكد لغاية الآن. من جهته أكد رئيس كتلة تصميم عمرو الفايز أن ملف تعديل قانون الانتخابات لم يطرحه أو يناقشه الإطار التنسيقي خلال اجتماعاته، وقال الفايز أن نفي رئاسة الجمهورية بعدم وجود تنسيق بينها وبين الإطار حول تعديل قانون الانتخابات أمرا في غاية الصحة، موضحا أن قرار التنسيقي لم يطرح موضوع التعديل ولا يوجد في أجنداتهم مناقشة أي إشارة حول وجود اتفاق مبدئي لمناقشة أو تشريع قانون جديد للانتخابات. تواصل المرأة في إقليم كردستان العراق مشاركتها الفاعلة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، حيث بلغت نسبة مشاركتها 30%. تفاصيل أكثر مع مراسلنا أبو طالب البوحية. قطار الانتخابات البرلمانية في كردستان يمضي على سكته المرتجات، قوائم الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد بمن ضمنهم المكونات باتت على أعتاب إعلان برامج الحملات الانتخابية. وفي تركيزنا على أحد أبرز المنضوين في السباق الانتخابي سجلنا بعضا من الرؤى المتعلقة بمشاركة المرأة الكردية ودورها المنتظر في الفصل التشريعي السادس. السياسة والفلسفة السياسية في إقليم كردستان بالتأكيد مكان المرأة محفوظ سواء كان في عملية سياسية أو حتى في المؤسسات التشريعية، إضافة إلى القانون الذي يفرض على القوائم الانتخابية أن يكون لديها نسبة من النساء وفق القانون. طبعا هذه النسبة مشروطة في القوائم الانتخابية، لكن في نفس الوقت يعني عدا التمييز الإيجابي الذي موجود في كوتا النساء، رأينا في الدورات السابقة بين النساء حصلنا على مقاعد نيابية في برلمان إقليم كردستان دون الاستفادة من الكوتا أو من التمييز الإيجابي.
الحزبان البارزان في الإقليم شكلت المرأة في قائمتيهما ما يعادل 30% من عدد المرشحين لمقاعد البرلمان، يقول مراقبون أنها نسبة لا بأس بها كثلث مناسب سيشكل جوهر الدور النسوي المرجو في كردستان. طبعا دور المرأة مهم جدا في السلطة التشريعية، مثلما دوره مهم في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وجميع المرافق الموجودة في داخل الحكومة، سواء كان الإقليم أو الحكومة الاتحادية، وخاصة السلطة التشريعية دور المرأة مهم جدا. الآن نعمل وبكل قوة على التصويت للمرأة، يعني فوز المرأة ليس فقط تتوقف على الكوتا بل بالأصوات. غير أن أفاق هذا العدد النسوي المشارك كممثل للأحزاب والقوى والمستقلين يعتمد على المزاج العام الذي تمثله الحالة الجمعية للمجتمع وما يترتب عليه من اختيار المقترعين في 20 من تشرين الأول. من أربيل، أبو طالب البحية، الرابعة. أكد رئيس الجبهة التركمانية حسن توران أن أصل الدعوى المقامة ضد جلسة توزيع المناصب العليا في حكومة كركوك لا يزال مستمراً. توران في مؤتمر صحفي قال أن جلسة فندق رشيد تتمثل بغياب رئيس السن وعدم تبليغ الأعضاء رسمياً، بالإضافة إلى انتفاء مبرر نقلها من كركوك إلى بغداد. اليوم وبالمناسبة المرسوم الجمهوري الذي صدر من رئيس الجمهورية هو أسرع مرسوم في تاريخ العملية السياسية ما بعد 2003 يصدر لمحافظ في كل المحافظات العراقية. اليوم المحكمة فقط كان قرارها متعلق بإصدار الأمر الولائي وليس بأصل القضية وبأصل الدعوة، حيث أن تلك الدعوة لا زالت منظورة أمام المحكمة الاتحادية وحسب منطوق القرار الذي نشرته المحكمة الاتحادية، وسببت رفضها لقرار أو إصدار الأمر الولائي بأن القضية لا تستوجب حسب تقدير المحكمة، لأنه قانون المرافعات في المادة 152 والمادة 153 ترك تقدير هذه القضية إلى سلطة المحكمة وقناعة قضاة المشكلين للمحكمة. تواصل حكومة كركوك المحلية وآلية تشكيلها والأجواء التي ولدت فيها تصدر المشهد الخلافي، فيما ينتظر المختصون نظر المحكمة الاتحادية بالدعوى المقدمة أمامها للبت بشرعية الحكومة المحلية من عدمها. تتضارب التصريحات بين الفرقاء السياسيين حول المشاركة في إدارة كركوك الجديدة من عدمها، على اعتبار أن آلية الانتخاب التي جرت قلبت الموازين والتوقعات، وبين المشاركة والمقاطعة لا تزال المواقف ثابتة للأطراف المعارضة. اتفاقات سياسية ساهمت على ظهور هذه الكتلة التي مثلت 9 أعضاء وشكلوا المحافظة وجرى تسمية محافظة ومن ثم رئيس مجلس، لكن هناك الكتلة المعترضة ينتظرون النتيجة التي ستكون عليها المحكمة، وإذا ردت فالأمور ستسير مثل ما هي، سيبقى المحافظ في منصبه والمناصب الأخرى ستسير بل على المعترضين الجلوس إلى طاولة الحوار والذهاب إلى استلام المناصب التي خصصت ضمن الاتفاق السياسي اللي موجود المبرم، وستسير الأمور بصورة كما هي. أما الأنظار فهي تتجه صوب مجالس المحافظات لخدمة ورفاهية المواطن لا إلى شخصية تتسنم المنصب. يقول أكاديميون إن الفاعل في معادلة المناصب ليست البرامج بقدر الشعارات التي أمالت كفة الناخب عاطفيا. هذه المجالس يجب أن تنتخب على أساس البرامج، وهذه البرامج يجب أن توضع من قبل ناس مختصين وعلى أساسها ينتخبون من أجل مصلحة الفرد والمجتمع. بالتالي الصراعات اللي تحصل حاليا في مجلس المحافظة هي صراعات بسبب أنه الانتخابات حدثت على أساس الشعارات الخدمية وليست البرامج وأيضا المصالح،
فبالتالي أنا أعتقد أنه على الحكومة المنتخبة حاليا والتي أخذت الشرعية من المجتمع أن تتدارك موقفها وتعمل وفق برامج تخدم الصالح العام لمدة 4 سنوات. ويبدو أن أروقة الحكومة المحلية في كركوك لا تزال ماضية بين مسارين، أحدهما يحمل لواء الخدمة والشراكة والآخر الاعتراض والاحتجاج، حتى تفض المحكمة الاتحادية فيما هم فيه يختصمان. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. أقر مجلس محافظة ديالى تشكيل 8 من لجانه المركزية فيما أرجل 4 المتبقية إلى الأسبوع المقبل. مدير الدائرة العالمية في المجلس علي نجم قال إن ديالى أقرت تشكيل لجان أبرزها الأمن والصحة والطاقة والقانونية والنزاهة، وأشار إلى أنه تم تسمية رؤساء اللجان وأعضائها من أجل مباشرة في مهامها بشكل رسمي لمتابعة الملفات ذات الاختصاصات. وحسم موضوع اللجان المختصة لأعضاء المجلس، وتم حسم موضوع اللجان انتخاب رؤساء اللجان وانتخاب نائب رئيس اللجنة، وبالتالي حسم هذا الملف. وأيضا الملف الآخر هو موضوع القائم مقامين ومدراء النواحي على عموم محافظة ديالى، يكون لغرض تصريف الأعمال لحين رفع أسماء المرشحين من قبل ديوان المحافظة، ويتم رفعها من قبل المحافظة إلى مجلس المحافظة لمصادقتها في الأيام القادمة. لا خطوط حمر على أي مرشح من المرشحين، حتى ولو كان هو نفس القائم مقام أو مدير الناحية أن يرشح نفسه. احنا مع التغيير، ولكن هناك ناس تستحق ان تكون من ضمن الكفاءات اللي لديهم سجل حافل بالانجازات. ما اعتقد اليوم عندنا احد من الاسماء اللي عنده سجل حافل بهاي الانجازات، حتى العباره والكلام احنا ليس ضد احد، باب الترشيح للجميع مع الديمقراطيه ان شاء الله. بعد اجتياز عقد تشكيل الحكومه المحليه في ديالى وكركوك، برزت مشكلة أخرى إلى الساحة وهي تقسيم اللجان ورئاساتها، فيما يترقب المواطن تحسنا في الخدمات. بإحاطة ثقيلة تطوق الأزمات مجالس المحافظات في ديالى وكركوك ونينوى على عكس ما كان مرجوا منها في خدمة المواطنين، فرغم عصورة التشكيل لرئاساتها تخيم الخلافات على لجانها الفنية ومناصبها المهمة، لما يرى كل فريق سياسي حقيته في هذه التشكيلات. طبعا هي الأساس البلاء هو المحاصصة، ولولا المحاصصة لاستخدمت الديمقراطية بشكلها الصحيح، أيهم يجيب الأصوات الأعلى يفوز وتنتهي المشكلة. لكن المحاصصة أن العراق مكون من أكثر من كتلة دينية وطائفية وقومية، ويجب أن تتقاسم المناصب بين هؤلاء شيعة وسنة وأكراد وبعض المناطق تركمان وبعض المناطق مسيحيين، فهذا أدى إلى هذه النتائج الغير مرضية. الطابع التعددي في هذه المناطق وتقارب عدد المقاعد بالنسبة لعدد مكوناتها فرض صعوبة بالغة في رسم ملامح تشكيلها، لذا لجأت بعض القوى السياسية للمحكمة الاتحادية اعتراضا على هذه المخرجات، والتي يستبعد قانونيون أن تطرأ تغييرات في هذه المسارات. الحقيقة هو موضوع مجالس المحافظات يحددها قانون، وهذا القانون واضح بالتأكيد، يعني واضح عملية الاختيار، عملية التصويت داخل المجلس، وأيضا اختيار بعض المناصب. أعتقد أن المحكمة الاتحادية عند الذهاب إلى هذه المحكمة يعني لن يكون هنالك تغيير كبير في ما وصلت إليه هذه المجالس من اتفاقيات. وترى أوساط الرقابية أن الاستقرار السياسي في مجالس المحافظات المحلية سيساعد على أداء مهامها بتقديم خدماتها للمواطنين. مصطفى علوش، 4، بغداد. وصفت العتبة الحسينية المقدسة عدد الزوار لهذا العام بغير المسبوق، مؤكدة وضع استعدادات استثنائية لإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام،
وقال معاون أمين عام العتبة الحسينية على ضياء الدين أن استعدادات دورية وضعتها العتبة تهتم بجميع مفاصل وتجهيزات الزيارة من مختلف الكوادر مع دخول الزيارة أيام الذروة، لافتا إلى وجود عدد كبير من المتطوعين في العتبة الحسينية لخدمة الزائرين وتوفير جميع المتطلبات. يواصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إشرافه بشكل ميداني على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الشمري وخلال اجتماع عقده في كربلاء المقدسة أكد على مرونة وانسيابية حركة الزائرين في الطرق، كما شدد على التعاون المشترك بين المواطن والأجهزة الأمنية وتسهيل حركة المواكب الحسينية والزائرين بالتزامن مع ذروة الزيارة المليونية. أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو دخول 75 ألف إيراني أقليم كردستان للمشاركة بالزيارة الأربعينية في كربلاء، فيما أعرب القنصل العام الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي عن شكره الواسع لمؤسسات الحكومة الأقليم بعد استقبالها أعداد غفيرة من الزوار الإيرانيين وتقديم جميع ما يلزم من الخدمات. نعلن عن نجاح عملية استقبال الزائرين للمرة الثالثة على التوالي في ظل توفير الخدمات التي وصفت من قبل الجانب الإيراني بأنها محل تقدير واحترام وشكر، حيث قامت حكومة إقليم كردستان بتقديم جميع ما يلزم لتقديم الخدمات من الناحية الأمنية والصحية. أود أن أشكر مؤسسة بارزان الخيرية والشرطة والأسايش وشرطة مرور إقليم كردستان على تأمين البيئة المناسبة لزوار ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، كما أوجه خالص شكري للرئيس بارزاني ورئيس الإقليم نجرمان بارزاني ورئيس الوزراء على توجهاتهم وتوجيهاتهم بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لزوار الأربعينية. أعلن الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري عدم تسجيل أي تخرجات أمنية خلال أيام الزيارة الأربعينية، وقال ميري خلال مؤتمر صحفي أن عدد الوافدين لغاية الآن أو اليوم نحو 3 ملايين زائرا عبر المنافذ البرية والجوية، فيما بلغ عدد المغادرين قرابة 1 مليون زائر. في عموم قواطع المسؤولية لم تسجل أي خروقات أمنية، العملية تسير بانسيابية عالية ضمن ما مرسوم لها، فقد بلغ لغاية الساعة 12 ليلا من يوم أمس عدد الوافدين الذين دخلوا إلى البلاد 2,728,087 زائر دخلوا إلى البلاد، فيما بلغ عدد المغادرين 1,921,177 الذين غادروا البلاد. بشكل عام أستعرض موقف المحافظات. البصرة حركة الدخول 55% فقط عن طريق المنافذ الحدودية. ذي قار كانت الزيارة فقط بالعجلات، وحركة المشاة انتهت بشكل تام. في ميسان حركة الدخول 40% فقط عن طريق المنافذ الحدودية والعجلات. في واسط 65% سيرا على الأقدام وأيضا عن طريق المنافذ الحدودية والعجلات. في المثنى سيرا على الأقدام بلغت الحركة 15%، أما حركة العجلات مستمرة باتجاه كربلاء المقدسة. وبشأن الخطة الأربعينية ينضم معي من كربلاء المقدسة مراسل الرابعة علي خالد، أهلا بك معنا. حياك الله علي، يعني ضعنا في أجواء الزيارة الأربعينية وخصوصا أنها وصلت إلى ذروتها الآن، كيف هي الأجواء والصورة من الناحية الأمنية والخدمية وحتى الصحية والتوافد الزائرين وتدفقهم لإحياء الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم لك. نعم، هي طيبة، يعني حقيقة بدأت ووصلت الزيارة إلى ذروتها، أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء مراسم هذه الزيارة. التقمت الإجراءات الأمنية والصحية وأيضا الخدمية والخطط التي عدت لهذه الزيارة
يعني تسيير وفق ما عدلها ومخطط لها من قبل القيادات الامريكيه وايضا مع الكابتن في كربلاء، بالاضافه الى اصدار مباشر من سيد وزير الداخليه عبد الامير الشقري الخطه الامنيه التي اعدت في هذه الزياره لهذا العام، فضلا عن الخطط ايضا الفنيه والجهود الكبرى والتفاعل الاقتصادي والتوازن بلديه كربلاء كافه المؤسسات الحكوميه الاخرى والدورات والوزارات السانده. حقيقه يعني كافه الفترات الاسرائيليه الى كربلاء المحافظات العراقيه وايضا من خارج العراق من عرب واجانب دخلوا الى هذه المدينه، ايضا هناك جهود كبيره وجبار للعتبات المقدسه العتبه الاسرائيليه والعتبه الفرنسيه بتقديم الخدمات للزائرين من خلال توفير المحافظه ايضا ايضاء الزائرين، ايضا دور كبير للنوافذ الفرنسيه مواقف الخدمه الاداريه من ايضا تقديم الخدمات للزائرين الوافدين الى كربلاء. كل الدوائر والمؤسسات الحكوميه بشعب كربلاء تقدم الخدمات للزائرين على مدار 24 ساعه، ايضا هناك جهد كبير لهيئه الاعلام والاتصالات في يعني توفير الانتقالات للزائرين وتسهيل عمل الخدمات الاعلاميه وتغطيه الزياره المشهورين، فضلا عن تمكينهم بدخول اعداد كبيره من وسائل الاعلام الاجنبيه والعربيه. كل الاجراءات هنا مستمره، يعني كربلاء تستقبل ملايين الزائرين، سيل جار من يعني من الزائرين الى كربلاء حسب ما صنف هذا التجمع بينهم اكبر تجمع يعني سلم بشري في العالم بحسب العالميه. كربلاء تستوعب هذه الاعداد يعني الاخيره من الزائرين وتقدم لهم الخدمات على مدار 24 ساعه. لا وجود في اي معوقات، خطه النقل جاءت مختلفه لهذا العام يعني من خلال تهيئ يعني نعم. نكتفي بهذا القدر منك علي خالد مراسل الرابعة من كربلاء المقدسة، شكرا لك على نقلنا لهذه الصورة. أعلنت بلدية كربلاء المقدسة استنفار كافة مفاصلها الآلية والبشرية لتقديم الخدمات خلال زيارة الأربعينية. مدير البلدية حسن شريف أكد استنفار أكثر من 7000 موظف إلى جانب 496 آلية. كربلاء تستنفر كل جهودها الخدمية بكل موظفيها من إداريين وفنيين ومهندسين وعمال ومهندسين أضافة في العمل، وبواقع أكثر من 7500 موظف يعملون في قطاعات البلدية والخدمات من أجل تقديم الخدمات لزوار إمام الحسين عليه السلام. المديرية قسمت المدينة لعدة قطاعات ووزعت المهام والمسؤوليات على عدد من المهندسين والفنيين، وأيضا رفضت هؤلاء المهندسين والقطاعات بعدد من الآليات، ونصبت شماعات لإملاء المياه على محاور المدن الرئيسية، ومع زيادة الزخم يتم زيادة الضخ باتجاه مركز المدينة. اليوم مركز المدينة القديم اللي هو يحتوي على أكبر تجمع مليوني ومؤمن بالمياه 100% وبضغوط جيدة. فتحت وزارة الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان أن اللجنة باشرت أعمالها لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث. وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن إقدام عدد من المسلحين على قتل عائلة وحرق منزلها دون معرفة الأسباب. أعلنت وزارة الداخلية استشهاد منتسب أثناء عملية إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي في ذي قارة. وذكر بيان للوزارة أن قوة أمنية نصبت كمين محكما لتاجر مخدرات دولي في ذي قار بموجب قرار قضائي، لافتا إلى أن الكمين أسفر عن استشهاد منتسب أثناء تنفيذ عملية القبض على التاجر الذي اشتبك بأسلحة نارية مع القوة المنفذة فيما تم القبض عليها. القلق ينتاب أهالي نينوى جراء استمرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى المحافظة بمخيم الجدعة.
فيما تحذر الحكومة المحلية من إعادة تلك الأسر من دون تدقيق أمني وإعادة تأهيلهم نفسيا. التفاصيل مع مراسلنا عمر القاسم. تحاول منظمة الأمم المتحدة تعجيل إعادة جميع النازحين من مخيم الهول السوري شديد الخطورة كما يوصف إلى داخل الأراضي العراقية. هذا المخيم تسكنه عوائل تنظيم داعش الإرهابي. الأفكار المتطرفة ما تزال بادية على سكان المخيم. المواطنون هنا في الموصل يرفضون رفضا قاطعا إعادتهم إلى المدينة. نحن نرفض رفض تام أن يرجعون عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري، لأن حقيقة نريدهم يدخلون دورات تأهيلية ويطلعون هذا الفكر الإجرامي من رأسهم، لأن هم لحد الآن جاي يمارسون طقوسهم ويمارسون الإرهاب بداخل المخيم. نرفض يعني نحن بالآونة الأخيرة، يعني نحن يا ريت هسه شمينا هو بالآونة الأخيرة، هاي أقول لك هاي كم نكسب نفسه، وخاصة مدينة الموصل. زين مدينة الموصل هسه ترجلي عوائد دواعش وما دواعش، يعني ليش؟ حكومة نينوى المحلية رفضت هي الأخرى إعادة هؤلاء بشكل مباشر من دون الخضوع لتدقيق أمني لكشف من تلطخت أيديهم بدم المدنيين والقوات الأمنية، إلى جانب إدخالهم دورات تأهيلية وإعادة برمجة عقولهم وإدماجهم بالمجتمع مرة أخرى. انخراط العوائل بهذه الطريقة وبهذه السرعة داخل المحافظة واختلاطهم بالعوائل الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء، حقيقة هذا الأمر صعب، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة نينوى أيضا، وعلى المنظمات ورجال الدين أن يوعوا هؤلاء وأن يكون هناك فتح مراكز للتوعية داخل المحافظة. كانت الجهات المعنية قد عادت 16 وجبة من الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل، فيما تتبنى منظمة الأمم المتحدة برنامج إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. ويخشى سكان محليون بعد عودة عوائل التنظيم من أن يكون هؤلاء مصدر تهديد أمني من جديد، فلا يكاد يخلو بيت من شهيد على يد الإرهابيين، لذا فهم رافضون لفكرة رجوعهم جملة وتفصيلا. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. قللت صحيفة نيويورك تايمز من التفاؤل الذي تحاول الإدارة الأمريكية بثه بشأن المفاوضات الجارية لإبرام صفقة وقف إطلاق النار في غزة. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أنه بموجب الاقتراح الأمريكي سوف تتمكن القوات الإسرائيلية من مواصلة دورياتها في جزء من حدود غزة، الأمر الذي يجعل من المحادثات تواجه خطر الوصول إلى طريق مسدود آخر. قبل الختام تذكير بأبرز العناوين. تدخل بالسلطة التشريعية، واشنطن قلقة من تعديلات الأحوال الشخصية، والبرلمان يرد لا مبرر لذلك. الزيارة الأربعينية تدخل ذروتها، كربلاء المقدسة باستنفار تام، والمنافذ الحدودية تبدأ التفويج العكسي. مجزرة جريرة للاحتلال في سوق دير البلح، ومفاوضات غزة تواجه خطر الطريق المسدود. نشرة منتصف النهار انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.